اليوم احنا حبينا نوقفوا في ظل الظروف هذه الاستثنائيه، نديروا وقفه نكونوا مع اطفالنا في هذا اليوم العالمي لحقوق الطفل، وهذا بامضاء تحت اشراف وزاره الخارجيه برنامج عمل مع صندوق الامم المتحده للطفوله في الجزائر لسنه 2021. هذا البرنامج تاري اللي راح يتناول عده مواضيع، لا سيما الاستثمار في العنصر البشري والاستمرار في التكوينات لكل المتدخلين في مجال الطفوله، ايضا عن طريق اطلاق دراسات ميدانيه حول مختلف الظواهر اللي قد تمس حقوق الطفل، عن طريق ترقية حقوق الطفل والتعريف بحقوق الطفل وإعلام الأطفال بها. لهذا شدت اليوم أن أطلقنا حملة تحسيسية جديدة حول حقوق الطفل اسمها رسم ووسم لترقية حقوق الطفل. وقعنا اليوم اتفاق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفل للجزائر، وكانت هذه مناسبة للحفل أيضا باليوم العالمي للطفل. وكما قالت السيدة المفوضة فإن هذا اليوم هو يوم يكون مناسبة للكلام عن حقوق الطفل في العالم ولترقية حقوقهم، مع أن في الجزائر في الحقيقة الجزائر كانت من أول الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، وهناك أيضا قوانين واضحة في هذا المجال.